السلام عليكم ورحمة الله. محاضرتنا اليوم عن الستاك اند هيب، العلاقة بين الستاك اند الهيب. اوكي، عندنا البروسيس. البروسيس حتى نفهم شغل البروسيس بالستاك وشنو اللي تحتاجه بعد من الميموري، راح نشوف الميموري شلون، البروسيس شلون بشكل عام، او اي بروجرام بشكل عام شلون يشتغل بالميموري. هذا التقسيم علاقة البروسيس. البروسيس اذا احتاجت ميموري راح تتقسم الميموري اللي تحتاجه بهالشكل هذا الى اربعة اجزاء. اي بمعنى اخر، لكل بروسيس مقدار الميموري ادرس سبيس. هذا الادرس سبيس يكون ب اربع تسميات، اربع اجزاء. بمعنى اخر انه البرنامج اذا انكتب راح يصنف، ما يخزن بشكل واحد، راح يخزن بشكل اجزاء مختلفة، كل واحدة لها معنى، اللي هو كل واحد راح يروح على حدة او جزء معين، وهذا اللي راح نوضحه. طبعا ذن الاجزاء اللي بالميموري سابقا بالمايكرو بروسيسر، بمادة المايكرو بروسيسر، وموجود المايكرو بروسيسر بشكل عام مقسم بمجموعة ريجسترز مقسمة الى ايضا هاي الريجستر اربع انواع مختلفة. من ضمن الريجسترز اللي خاصة بالمايكرو بروسيسر هو وجود ريجسترز تمثل الميموري، ماشي. وما ان سابقا احنا متكلمين انه الميموري اللي يحكمها ويحكم حجمها ويسوي الاورجنايزيشن اللي هو بالذات المايكرو بروسيسر، فلذلك اكو ريجسترز، مجموعة من الريجسترز خاصة بالمايكرو بروسيسرز. خاصة المايكرو بروسيسرز موجودة لها تسميات نفس تسميات الميموري. فخلنا نتعرف على هذين التسميات اللي موجودة للريجسترز بالمايكرو، مادة المايكرو بروسيسر، وايضا نشوف شنو علاقتها بهذه التقسيمات للبروسيس. فعندنا جزء الكود اللي بين قوسين تكست كان سابقا يسمى او ما يقابله بما ماخذين انتم ما يسمى بالكود سيجمنت. هذا جزء من الميموري اللي يقابله ايضا ريجسترز، او ريجستر موجود داخل المايكرو بروسيسر اللي يحدد لنا بدايه الكود سيجمنت والداتا، بدايه الكود سيجمنت ونهايه الكود سيجمنت. من هو المايكرو بروسيسر؟ هذا الجزء اسمه كود سيجمنت، يقابله جزء من الميموري اسمه كود سيجمنت. هذا الكود سيجمنت اللي هو خاص بالميموري اللي المايكرو بروسيسر بالبروسيس بنظام التشغيل صار الى تسميه اسمها كود. الجزء الاخر الستاتيك او الجلوبال شي قابله، يقابله الداتا سيجمنت. الداتا سيجمنت الستاك كان يسمى ستاك سيجمنت، والهيب ما يسمى بالاكسترا سيجمنت. اي بمعنى اخر انه البرنامج بالاسامبلي سابقا بدون نظام التشغيل ايضا كان يقسم الى اربعة اجزاء، وهذا الاجزاء هي احتياجاته من الميموري. شلون يخزن البرنامج بالميموري؟ فيقسمها، يحتاج الميموري الى اربعة اجزاء حتى يخزن بها البيانات، او بشكل عام البرنامج زائد البيانات مالته او ما يتعامل وياه. اوكي، وقلنا هذا اللي سابقا ماخذيه انه المايكرو بروسيسر دني الاجزاء الميموري قابلها ريجستر لكل واحد من جزء، مثلا الكود سيجمنت الى ريجستر خاص به يمثل شيء مكتوب اسمه الكود سيجمنت ريجستر، يتحدد به بدايه المقطع، بدايه السيجمنت هذه يكون بدايتها مكتوبه هناك حتى على اساسه بعدين حجمها ينحسب عن طريق البروجرام كاونتر ينخزن حتى نعرف وين مخزون. فبدايه الكود سيجمنت هو من يحدد المايكرو بروسيسر، هذا سابقا. بالمقابل البروسيس ايضا، البروسيس هي ايضا برنامج لكن بنظم التشغيل صار سميت ببروسيس، قام تحجز لنا من الميموري ايضا اربعة اجزاء. فكل واحدة عندنا الكود الستاتيك او ما يسمى جلوبال، الستاك او الهي والهيب ايضا. فهنا عندي اربعة يقابل ذني الاربعة. اوكي، فشلون راح نتعامل مع هذا الستاك، شلون نتعامل مع الهيب؟ راح ناخذ
بروجرام برنامج مكتوب بلغة السي عن طريقة نتعرف شلون راح نقدر نتعامل مع نتعامل مع الستاك او نتعامل مع الهيب. اوكي، فهذا البرنامج امامنا بلغة السي يعرف منا في البداية انتجر توتال، هذا متغير variables انتجر، هنا سكوير هذا فيكتور، العفو هذه فانكشن، فانكشن او ما يسمى ميثود بالجافا بالسي يسمى فانكشن، فانكشن اللي هي سكوير. زين، وهي هذه شنو هذه؟ هذه تسوي سكوير للرقم، يعني تضرب رقم في رقم راح يرجع لنا قيمة السكوير. وعندنا ايضا عندنا اس او اس اللي هو سم اوف سكوير، جمع المربعات، تجمع رقم وتاخذ له سكوير. هذا يعني تو فانكشنز. ذن شنو فائدتهن؟ يعني بدايه البرنامج عاده نعرف بدايه البرنامج يبدي بالمين. المين ايش راح يسوي البرنامج هذا؟ ايش يريد يسوي؟ يريد يطبع لنا رقم رقمين، يجمعهن ويسوي لنا سكوير، يطبع الناتج. هذا وظيفه هذا البرنامج. هذا ايش بيه؟ شلون يشتغل البرنامج؟ نروح للمين، يعرف لنا تو فاريبلز الاي والبي. راح اول ايش راح يسوي؟ راح يستوعب توتال، هذا المتغير اللي عرفناه البدايه. هذا المتغير حتى نصلح اكثر، هذا سمول. اوكي، هذا توتال. اوكي، توتال ايش راح نخلي بيه؟ راح نخلي بيه اس او اس اي والبي. شنو معنى الاس او اس؟ هي عمليه دخلنا التو فاريبلز الاربعه والثمانيه دخلت هنا. الاس او اس يسوي راح يجيب لنا الاي والاكس والبي، ايضا راح يستدعي، يعني نرجع هسه بالبدايه الانتجر اي وبي، ذن المتغيرات اللي عندنا. التوتال شنو نخلي بيه؟ نخلي بيه هاي الداله. الاس او اس بيها هي هاي، راح ناخذ الاي والبي نرجع لها. هاي المين راح تستدعي هاي الداله، هاي الفانكشن. هاي الفانكشن شنو هي؟ هاي راح تاخذ ذن الفاليو تجمعهن وتستدعي فانكشن اخرى اللي هي السكوير حتى تجرى هاي العمليه. فجمعت اول ما راح ينجمعا تروح للسكوير، راح يسوي لنا سكوير، وبعد ما يكمل سوى لنا سكوير يرجع لنا هنا الفاليو، ترجع بالتوتال، فراح هذا يطلع لنا التوتال هو مجموع الرقمين مع السكوير ويطبعهن. اي بمعنى اخر مين تستدعي اس او اس، والاس او اس تستدعي السكوير. ماشي، خلينا نشوف شغلهن شلون يبدي خطوه ستيب باي ستيب شلون يتنفذ البرنامج. هذا عندي الستاك، عاده الستاك حجمه يكون 1 ميجا بالديفولت، يعني يعطون لكل برنامج 1 ميجا حتى يبدي يشتغل يكمل شغله به. زين، ايضا عندنا الجزء الثاني هو الجلوبال مثل ما قسمناهن سابقا. عندي ستاك، عندي جلوبال. اول ما ينخزن البرنامج الكود، وين ينخزن؟ بالبدايه هنا بالستاك مين، والستاك عمله انه فيست ان لاست اوت، يعني اول شيء واحد يدخل، اول جزء هو اخر شيء يتنفذ. فالمين اول شيء وين نزلت؟ نزلت هنا الجزء الاول. شنو نزل معاها؟ نزل الخطوه اللي بعدها باعتبار المين دخل بالمين، المين دخلت الاي والبي، اجت الاس او اس استدعيت هنا. اوكي، الاس او اس ايش راح تستدعي؟ راح تستدعي داله السكوير، فالسكوير صارت فوق. بعد ايش راح يسوي؟ لازم شنو؟ ينفذ السكوير، وهذا الستاك شغله فيست ان لاست اوت او لاست ان فيست اوت. اول شيء كان هنا عندنا اخر مرحله والسكوير دخل اجى باعتبار عمليه تنفيذ السلسله، تنفذ السكوير طلع ناتج، راح يتنفذ عندي شنو؟ الاس او اس. اوكي، بعد الاس او اس يتنفذ عندي راح يطلع عني المين، راح يبدي يطلع الناتج التوتال. التوتال وين ينزل؟ ينزل بالجلوبال. لاحظ، شوف الجلوبال خلى الداتا الجلوبال فاريبلز الجلوبال ريزلتس صارت ما راحت بالستاك، راحت وين؟ راحت بالجلوبال. وهي عمليه
لحماية البيانات، يعني الستاك ايش نزل بي قاعد ينزل بيه الكود، مجرد الكود قاعد ينزل بيه يروح يتعالج بالمايكرو بروسيسور ويتنفذ. الناتج النهائي وين ينزل؟ ينزل بيه جلوبال، ما نزل بيه ستاك. لاحظ الستاك، الستاك يطبي عملية تطلع، يعني ما تبقى تستمر في مكان واحد. ماشي، هذه اللي امامكم. بعد المكمل عدي طلع التوتال، نزل هنا بعد عدي دالة البرنت استدعاه الستاك، نفذها، طبع التوتال. وايضا يعني حتى نعدل هاي تي ايضا سمول، تي سمول، اوكي. قلنا هذا التسلسل اخذ المين بعدين اس او اس، اوكي، فذهم بعد نفذ وحده وحده الى ان رجع حل الناتج اللي هو التوتال خلاه هنا بالجلوبال. اوكي، لا بس هاي كابيتال، بس هي تي المفروض سمول. بعدها راح يستدعي داله البرنت يطبع هنا بهذا الجزء، بعد ما يطبع ايضا ينهيها ويبدي يفرغ الستاك، ستاك فرغ انتهى. زين، بقت الفاليو موجوده هنا بالتوتال، واذا انتهت بعد انتهى البرنامج يبدي يحذف، ينحذف عندنا الجلوبال، او حتى لو يبقى اي برنامج يجي بعده راح يلغيه يمسحه. اوكي، هذا سمبل بروجرام يراوينا شلون البرنامج يتنفذ على ستاك وعلى جلوبال. زين، احنا قلنا انه حجم الستاك محدد بواحد ميجا، بمعنى اخر اذا عبر الستاك شنو اللي راح يصير؟ لاحظ من المثال السابق شنو عندي صار؟ صار نرجع للمين، اللي هو هاي المين هي الفانكشن الرئيسيه، استدعت فانكشن الاس او اس، الاس او اس استدعت فانكشن اخرى، فهنا شنو نسميه نيستد فانكشنز، فانكشن قاعد تستدعي فانكشن، كل فانكشن لها عمليات، وين تروح هاي؟ تاخذ جزء كبير من الستاك. فهنا عندي الستاك الى حجم معين قلنا 1 ميجا بالديفولت، وحتى لو غير الواحد ميجا فهو يبقى حجمه ثابت يعني. زين، يعني الى حجم محدد، حتى لو عندك رام كبيره 6 جيجا 8 جيجا 4 جيجا، يعني حتى لو تقول انا رامي 16 جيجا بس ليش قاعد يتلف عند البرنامج؟ هذا سببه انه الستاك محدد، وبرنامجك لكل برنامج له ستاك خاص به. فلاحظ هنا مثال، لو عندي هذا الستاك الاي شلون المين استدعت فانكشن ثانيه بداخلها البي خلتها سي الدي الاي، بدا يصعد كل فانكشن قاعد تجي قاعد تاخذ من حجم الستاك، ستاك يوصل مرحله يقبض، ايش يصير عندي؟ يصير ستاك اوفر فلو. ذاك الدورات بعض الاوقات نتبرنج تقول انا عندي رام 16 جيجا، ليش قاعد يعترض على ستاك؟ يقول ستاك كوربشن. هذا سببه انه انت ما عارف تسوي ترتب برنامجك بحيث تقوم تستدعي فانكشن داخل فانكشن، وصار عندك كود هوايه بالستاك فادي الى تجاوز الحد مالته. اوكي، هذا ما يسمى بالستاك كوربشن، راح الستاك يتلف وكل البيانات تروح تنتهي به. اوكي، فشنو الاجراء المفروض نستخدمه حتى نقدر نكتب برنامج براحتنا ونحافظ على البيانات او برنامجنا ما يتلف ويتنفذ بشكل طبيعي؟ زين، نجي نكبر الستاك، شنو نسوي هنا؟ راح نستدعي شيء ميموري ثانيه، جزء اخر من الميموري اللي هو قلنا هذا خاص اللي يسموه الهيب. الهيب شو يسوي؟ هذه ذاكره اضافيه تقدر تستخدمها لفتره معينه، زين، تحول من الستاك الى الهيب. الهيب ما بحجم محدد، هيب مكان فارغ يعني مخصص فارغ تقدر تستخدمه، بس لازم من تستخدمه يكون حذر، بعد ما تكمل استخدامك لازم تحذف، لان هذا حتى يستخدمه اكثر بعد من بروجرام وبروسيس اخرى. اوكي، هذا العملية استدعاء الهيب. استدعاء الهيب مو هو وحده، يعني مو اوتوماتيك، يعني الديفولت مالت البرنامج يشتغل بس بالستاك. هنا ايش تحتاج انه بعض الفانكشنز حتى تستدعي الهيب مالتك. عندنا بلغه السي عندنا الملوك، الكالوك يعني ميموري الوكيشن، الوكيت او ميموري الوكيشن، كالوك الميموري ايضا الوكيشن نفسه، والريلوك، ثلاث انواع لعمليه استدعاء. وبعد ما كميت لازم تسوي له فري، يسموه دي اللوك، يعني حتى تسوي فري للستاك. بالسي بلس بلس نيو ديليت اثنين،
يعني two functions عندنا. اوكي ولازم قلنا بالنهايه لازم تسوي فري، فبالسي تسوي فري، بالسي بلس تسوي ديليت حتى يعيف الستاك يفرغه. اوكي هذا بالنسبه قلنا ذاك بالسي وهذا بالسي بلس بلس. عندنا مثال راح ناخذ يعني حتى نوضح الفكره اكثر. ايضا عندنا بروجرام هاي اللايبرريز موجوده، اجت المين بدا خطوه خطوه ستيب باي ستيب، نزل وين المين بالستاك اللي هي الاي، اخذ فاليو جو تو ستاك الاي نزلت بالمين يعني جزء المين. هنا حتى نتعرف او نستدعي الستاك، هنا راح نقول انه انا راح اعرف انتجر اللي هو هذا ما يسمى بال البوينتر. هنا راح نحتاج تسميه اخرى نسميها البوينتر. اوكي البوينتر هو اللي راح ينقلنا المن ينقلنا الى الستاك. ماشي فالبوينت هاي العلامه النجمه تشير للبي، اي بمعنى اخر قيمه استدعينا ما يكون بداخل، يعني راح نتعامل ما بداخل هذا الادرس، ما بداخل هذا الادرس. فراح الهيب راح يكون مستعد، الفانكشن هذه هي اللي راح تجيب الهيب عندنا انتجر مالوك. قلنا احنا عندنا اكثر من فانكشن، سايز اوف انتجر افتح لي بمقدار او احجز لي مكان بالهيب بمقدار سايز اوف انتجر. سايز اوف انتجر كل رقم انتجر هو 4 بايتس، ياخذ 4 بايتس. فمعنى الحاجز هذا المتغير البي راح نخلي بي هو نخلي بي بمقدار 4 بايت فقط. اوكي اللي هو سايز انتجر، سايز اوف انتجر، سايز اوف انتجر هو حجم الانتجر بالديفولت لكل لغه تاخذ مقدار 4 بايتس للانتجر. فاحنا راح فقط نفتح بالهيب بهذا المقدار، ما يصير نفتح الهيب لانه هذا فقط لك، هو برامج راح تستفاد من عنده. فالبي اكوال انتجر هاي العلامه الاشاره الى انه احنا قاعد نتعامل مع بوينتر. البوينتر هسه نوضح اكثر، بوينتر هو اللي كانه العنوان او المؤشر اللي وصلني لهذا المكان. اوكي فايش راح يسوي؟ راح يحجز، راح يرجع لي يعني راح يكون هنا عندي يحجز الهيب، هو راح يحجز رقم منا بالهيب لا على التعيين 300. اوكي زين ايش خلى احنا تعاملنا وياه هنا؟ خلى الفاليو هذه اللي نزلت 300. اوكي ايش خلينا احنا بيها؟ البي هو البوينتر مالتنا، هذا الادرس هو اللي عندنا، البي هو الادرس. النجمه بي يعني ما بداخل هذا الادرس، النجمه هاي بي يعني احنا هاي الفاليو اللي راح نخليها هي هاي الفاليو راح نتعامل وياها، راح تكون هي ما بداخل هذا الستار. اوكي نزلت ال100 وين دخلت؟ دخلت بالهيب. واضح؟ فمنقول انتجر بي عرفناه كانتجر اللي هو احنا نريد ما بداخل البوينتر. اوكي ما بداخل هاي النجمه تشير انه ما بداخل البوينتر. البوينتر هو الادريس، يعني راح نخلي نتعامل مع البيانات على اساس هذا البوينتر، هذا البوينتر هو الادريس مالته. هاي ال100 هي البيانات، ستار 100 هي البيانات، البي ستار بي اللي هي ايكوال 100 اللي هي معناها البيانات، والبي قلنا شنو؟ هو الادريس. اوكي اللي هو حجمه ما يقارب اللي 4 بايت. اوكي بعد ما استخدمنا خزننا بي وكانه تعاملنا احنا هذا فور اكزامبل البرنامج، لازم نسوي فري بي، لازم نحرر هذا الادرس نسوي له فري بي. اوكي لازم ضروري، اذا مو ضروري راح يبقى بالبيانات موجوده وراح يظل تتراكم بين البيانات. اوكي من سوينا فري راح يروح هذا راح يروح عندي هذا البيان راح يعني ينتهي عندي. اوكي فعندي هنا رجعنا مره ثانيه، مثلا تريد تفتح اخر يعني هيب اخر، لازم تقول بي اكوال هذا مالوك سايز اوف انتجر، افتح واحد اخر ولاحظ تخلي الفاليو هاي مالتك
اوكي خلينا الميتين. يعني لو نلاحظ انه الهيب العفو البوينتر يمثل مثل الوسيط. لاحظ من قلنا انتجر الادرس اللي نحتاجه هو بي، يعني هذا وين خاص بالهيب. فكانه شلون نجمع على كانه وسيط، شلون خلينا عندنا حصان نخلي عليه بيانات، فهو الوسيط مالتنا هيك خلينا نفهم، او اللي يعبرنا المن يعني البي قلنا هو الادرس اللي راح تنزل عليه البيانات، فالنجمه نازله وين؟ على البي، يعني حتى تفهمه اكثر. فالنجمه بي اللي هي بياناتك، البي هو الادرس اللي راح ينفتح وين؟ بالهيب. فالبي ايضا كانه قلنا بعد ما سوينا فري للمتغير جينا استخدمناه مره ثانيه، فتحنا واحد ثاني خلينا تو فاليو ثانيه، فعادي ماكو مشكله. هذا يرجع الادرس، البي هو الادرس ما موجود عندنا بس يرجع وين؟ بالستاك، هو واحده زين، ويبدي يتواصل مع بيانات، البيانات راح يخزنها هناك. طبعا هذا مثال بسيط، ولا هو لو كانت بيانات اكبر تبين يعني تفرق زين. نريد نحجز بعد بي، قد نحتاج نحجز 20 في سايز اوف انتجر، هاي بيانات اكثر بعد، يعني 20 في 4 يعني نحتاج 80 بايت لهاي لخزن بياناتنا. وكلها بالنتيجه انه لازم يعني بعد ما تخزن لازم تسوي فري، يعني انا ما كاتبين بس لازم فري حتى تغلق الهيب. اوكي هذا هو شلون تجي تتعامل مع الهيب، شلون توصل له. لازم تستخدم الملوك الكالوك اي وحده من ذني، احنا اخذنا مثال، وقد تستخدم يعني هسه مثلا بالسي بلس بلس نفس المثال مالتنا، انه شنو استخدمنا؟ استخدمنا انتجر ستار بي، نيو انتجر معناها بدل ما نقول ملوك انتجر نقول نيو انتجر، يعني بمقدار انتجر واحد. اوكي ستار بي هي بياناتنا قلنا، ديليت فحررناها، نيو انتجر بين قوسين 20. اوكي معناه فتحنا ايش قد؟ 20 بايت، 20 انتجر اللي هو 20 في 4 بهالشكل هذا، والديليت لازم يكون بهالشكل. فهذا الفرق بين استخدامنا لل استخدامنا لل الستاك وحده بالبرنامج، البرنامج الواحده ما يستدعي هيب، بينما بالستاك يعني اذا احتاجينا الستاك العفو الستاك نفسه يبدي يشتغل فقط ويا البرنامج. البرنامج بشكل عام ما يحتاج هيب، ما يستدعي هيب بالديفولت مالته. الهيب يتم استدعاء باي بروجرامر، يعني المبرمج هو اللي يستدعي الهيب مالته حتى يستفاد من عنده. اوكي هذا مثاليا بالسي بلس بلس حتى نشوف نفرق شلون تبدا تنقل البيانات وشلون تتعامل عليها اجزائها. وهذه كلش مهمه في حاله اذا عندك برنامج كبير تحتاج استدعاء اكثر من فانكشن، وحتى تتخلص ما يصير عندك كوربشن وين بالبرنامج. فعاده استدعي الهيب حتى تخلص من هاي العمليه وتبدا تخزن البيانات. هذا المصدر ممكن ترجعوا له.